يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء. وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية مع القاهرة والتي نجد أن العظمى فيها 35 والصغرى 24، الإسكندرية 32-25، مطروح 31-23، بورسعيد 33-25، إسماعيلية 36-23، السويس العظمى 36 والصغرى 23، العريش 33-24، طابة 37-27، شرم الشيخ 40-30، الغردقة 39-29، الأقصر العظمى 41 والصغرى 26، أسوان 42-28، الوادي الجديد 40-22، شلاتين 37-26، وأخيرا حلايب 34-25. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.